طبعا يا جماعة انا بضحك ومبتسمة كده كده بكده، يعني مش بهزار. بس يا حبيبي، بس يا بابا، ايه اهم حاجة يا جماعة انا عايزة اقول لكم، يعني اقول ايه يا طبعا يا جماعة انتوا شايفين ان انا مبتسمة كده وفرحانة، انا فعلا فرحانة ومبسوطة، بس في نفس الوقت عايزة انتقم من محمد، بس مش عارفة انتقم. يعني انا فرحانة ان انا بحضر بقى الشنطة وكده ازاي. انا عايزة اسأل بس سؤال يا جماعة، يعني انا مش مقتنعة لحد دلوقتي ان هو مشي والله. يعني هو يا ستي صدق ازاي بجد مشي، يعني ازاي مش عارفة اقول ايه والله العظيم ما عارفة اقول ايه. ازيكم يا جماعه عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا شفتوا وعرفتوا الاستاذ محمد بيه مشي، وانا في الشهر التاسع. ان انا اصلا المفروض دلوقتي اليومين دول احضر الشنطه، لان انا خلاص قربت، يعني انا في الشهر التاسع. فانا يا جماعه يعني في اي وقت انا ممكن اولد، في اي وقت الله اعلم بقى انا هولد امتى، تمام. فالمفروض ان انا دلوقتي اطلع احضر شنطه الولاده، وانا طبعا لازم احضرها، ما ينفعش ان انا استناه الله اعلم هو جاي ولا مش جاي، ما بيردش عليا اصلا في التليفون ولا اي حاجه خالص. انا مستغربه اللي هو بيعمله ده، وفي نفس الوقت انا زعلانه منه، وفي نفس الوقت بقى هنتقم منه، لان هو كان عن نفسه يحضر معايا شنطه الولاده ويبقى يشوف بقى التفاصيل واغسل الهدوم والكلام ده كله. ده اول حاجه. تاني حاجه بقى يا جماعه، في ناس كتيره جدا دخلت لي على انستغرام وقالت لي لا لازم تغسلي هدوم النونه قبل ما النونه تلبسها. فانا قررت دلوقتي ان انا الاول حاجه هعملها ان انا هغسل الهدوم كلها، وبعد كده بقى نحضر الشنطه. فتعالوا بقى معايا. وعايزه اقول لك يا محمد، انت ايامك هتبقى فل الفل لما ترجع كده ان شاء الله، ولما اشوفك ترجع لي كده بالسلامه يا رب، وتيجي بالسلامه. شوف مع اني زعلانه منك بس بدعي لك برده، ماشي؟ لما تيجي بقى باذن الله كده تعالوا. تعالوا يا جماعه انا اوريكم انا عامله ايه. بص يا استاذ محمد، شايله لك كل السجاجيد اللي على الارض، المفروض يعني السجاجيد نظيفه، بس هيخليك تغسلها. ده عقاب، تمام؟ ده عقاب عشان مش عارفه اخد حقي. انت بعيد مش عارفه اخد حقي، ولما تيجي انا هكون فرحانه انت جيت، عشان انت هتكون وحشتني، او انت وحشتني يعني دلوقتي برضه. فبس بقى يا جماعه، انا المفروض دلوقتي انا هطلع ان شاء الله احضر كل الحاجات دي، ومش عارفه يا جماعه ان انا هحضرها لوحدي ازاي. انا مش عارفه ليه هحضرها لوحدي والله العظيم. متضايقه بس مش مشكله بقى. ايه ده يا كوتش بعد اذنك، بعد كل ده وقلع الكوتش؟ والله ابدا. شبشب نشيل الحاجات دي عشان هجهز كل حاجه، هطلع كل حاجه للنوم النهارده عشان الله اعلم يا جماعه ان هم ده. هو انا برضك لما امي ولدتني غسلت لي الهدوم؟ ايوه اكيد غسلت لك الهدوم، لان انا اكتشفت الناس كلها بتغسل الهدوم بتاع النونه، ما ينفعش ان انا ما اغسلهاش. فانا قلت لا اسمع كلام الناس واغسل الهدوم دلوقتي. طب ده لازم اي هدوم عامه ولا كل الهدوم؟ ان شاء الله انا هطلع كل حاجه. اصلا بصوا شايفين يا جماعه الدولاب عامل ازاي، ان شاء الله انا هروقه وهعمل دي سلوبتتها دي. سلوبتتها صغنونه ازاي؟ سلوبتتها صغنونه قوي. بص بقى التيشيرت ده، بص التيشيرت ده ايه ده؟ ازاي ده؟ بصوا يا جماعه انتوا اصلا قلتوا لي فرجوني فرجينا هدوم النونو جايباها ازاي. دي كبيره شويه. لا دي جلابيه. بص احنا هنرمي هنا، انا كده كده عايزه ابقى الم تاني. بصوا يا جماعه هما قالوا لي فرجينا الهدوم بتاعت النونو. الله بسم الله ما شاء الله. كل الحاجات دي طبعا هتتغسل. بيخلي بالك بقى عشان الحاجات اللي فيها ورد وحاجات زي كده ممكن تطلع في الغسيل. لا ما تقلقش، انا اصلا تتنسر. اصلا الناس قالت لي انا ما تغسليش الحاجات دي على في الغساله، اغسليها على ايدك. فانا هغسلها. يعني انت كل ده تغسليها على ايدك؟ اه. ده انت هتتعبي جدا على فكره. مش مشكله بقى، كله يهون عشان خاطر العيون. مش لو خالي محمد كان هنا كان زمان مساعدك. كان زمان مساعدني، بس انا بجد والله العظيم يا جماعه زعلان. حرام عليك يا خالي. دي شتويه بقى. الله. بس عادي برضه هغسلها بالمره. بصوا يا جماعه دي كانت جايه لي هديه لحد دلوقتي لسه مقفوله كده، بس هغسلها برضه. دي فيها تراب صدقوا. عرفتوا ليه لازم الحاجات دي تتغسل؟ والله الناس عندها حق، لازم الهدوم. واحده صاحبتي كانت جايبه لي دي على اساس انها هجيب ولد. بس عادي بس برضه حلوه على فكره، تمشي واد وبنت. ايوه تمشي عادي ولاد وبناتي. ودي بقى فلتات، دي كانت جايه لي هديه برضه يا جماعه. انا هفكها كده لان انا هرص كده كده الدولاب عبت ما الهدوم تنشف. هاجي ارص هنا ايه الحاجات اللي هي ايه. هي دي المفروض تتغسل يا جماعه ولا لا؟ عامه انا مش هغسلها غير لما تكتبوا لي في الكومنتات دي المفروض تتغسل ولا لا. بيتهيالي يعني من رايي دي لا، بس شوفوا انتوا بقى. ايوه انا برضو من رايي لا. انتوا ادرى مني. انا شايفها نظيفه جدا، انا شايف الهدوم كلها نظيفه جدا على فكره. وده مشمع هطلعه برضو من الكيس بتاعه. المشمع ده بيتحط كده بقى عشان لو انت هتاخديه معاكي في اي شنطه يبقى سهل كده. ياه المشمع ده ليه ذكريات معايا. ذكريات وحشه طبعا. ايوه. وده يا جماعه برضو صاحبتي جابتهولي كانت فاكراني عايزه ولد. بس ما شاء الله شكلهم حلو برضو، يمشي بنت على فكره، يعني يمشي بنات. ايوه يمشي
دلوقتي عادي ما لونه. بس هي قالت لي كده، قالت لي انا جايبه لك عشان حاسه انت هتجيبي ولد. هي قالت لي كده. انا قلت لها ده يا جماعه ما يتغسلش برده، لان ده بورت. يعني ايه بورت؟ ما اعرفش هما بيقولوا كده. انا ما اعرفش يعني ايه بورت اصلا. البورت دوت يعني حاجه مقفوله والنونه تدخل بيه كده اهوت في البيت. بس هو حلو حلو. لا ده متهيالي برده ما يتغسلش صح. ودي مخده للنونو. في واحده زيها كمان صح؟ وريني كده. مفيش من دي. لا في واحده زيها. ده اصلا بتاع الحب بتاع الاطفال اللي هنا. فانا اخدت وديت لواحده لام سما واخدت واحده ليا. بصوا يا جماعه الشربات الكيوت دي، بصوا. ودول كده برضو هغسلهم. ايه ده انا نسيت افك ده. وده نزل امتى ده؟ انا اللي نزلته. يس مدام. يا خلاصي يا ناسي خلاصي. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق يا رب يا رب. بصوا تتينا ده. دي شفايف دي. تتينا على شكل شفايف. ده بتعمل ايه دي؟ عضاده يعني؟ تينا سكاده. لا هي اي حاجه. طيب بص بقى، انا جبت الطبق ده عشان اخر ايه ما افضلش شايله وطلع شايله وطلع. بصوا الطبق ده يا جماعه، بصوا كيوت 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 كيوت. هنا طقم كامل. بصوا هنا طقم كامل. دي الكبرته بتاعته. بص دي فوطه للقشط والكلام ده كله. وده طقم كمان. بصوا الكبرتة دي ما شاء الله الثبت اتملى. بوريكم كده على السريع. ماشي يا جماعه. ده اللي انا جايبه، كنت جايبه ده صح؟ على فكره مش انت اللي جايبه، ده نيره. انا ونيره يا عم. انت ونيره ولا عادي لو نيره يعني؟ انا ونيره واحد. الشرابات دي محتاجه تتغسل ولا لا؟ لا لا انا مش مظنش. صح؟ اه انا قلت كده برضه. التوكه دي اللي جايبها هنا دي تحتي دي حديث ولاده. هتلبسني يا عم. لا مش الدرجات دي. تلبس رماس. لا برضه مش الدرجات دي. يبقى حديث ولاده. انت غريبه قوي. الكرتونه يعني مكبراها. متمطيه يا جماعه. شايفين دي؟ دي جميله. السلوبيت دي اول برضه لما عرفت ان انا حامل جبتها مع السلوبيت الاولانيه نورت قلبي. يا كره عين محمد وفرحه قلب الاء. ابوكي مش موجود والله العظيم. زعلانه الاء زعلانه. خلي محمد باعها وسابها ومشي. انت عارفه احنا بقالنا قد ايه ما كلناش مكرونه بشاميل يا بنت نهال؟ انا قلت بقى اروق عليكم كده وادلعكم واعمل لكم صينيتين مكرونه بشاميل كده جامدين، عشان انتوا شقيانين يا عيني وتعبانين الايام دي. والله. فانا قلت بقى ايه ادلعكم واظبطكم. ده كفايه المدرسه مطلعه عيني. يا عيني يا ابني. والله والدنيا جايه عليا. بس بقى انا عامله لكم واحده باللحمه. دي باللحمه عشان في فريق بيحب لحمه وفي فريق بيحب فراخ. ودي بالفراخ والمشروم اللي انا هبقى بعملها دي، عشان انا وحسن بنحب الفراخ. فانا قمت بقى ايه افتكس فيها يا واد يا زوز واحط فيها مشروم المره دي. احلى حاجه بقى بعد الاكله الجامده دي ان انت عامله لنا سلطه فواكه. دي لسه ما خلصتش. ده انا هضرب لها عصير مانجا دلوقتي وهعمل بقى منها نوعين، عشان في برضو حد بيحب زي حسن ان هي تبقى مضروب فيها عصير المانجا ومحطوطه، وانا بحبها تبقى بالزبادي وباللبن وكده. فهبهركم النهارده انتوا هتتدلعوا. انا بقى حطيت دلوقتي الفراخ بقى اللي هي على المشروم دي. سلام. وبقطع الجبنه دي عشان الجبنه دي لسه جامده قوي متلجه، فعلشان ايه احط الاثنين على بعض. وعايزه اقول لك ان انا سامع صوت حسن جه والاكل لسه ما جهزش من فوق. انا سامع صوت الكلاكس. اهلا 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 حسن بيه. اهلا وسهلا يا استاذ. نورت البيت اقسم بالله. بنورك يا استاذ زياد. انت عارف احنا عاملين ايه النهارده؟ عاملين ايه؟ ده احنا عاملين اكل جامد يا سيدي. والله العظيم هتنبسط بالاكل ده وما كلتوش بالك كتير يا سيدي. عجبني. عمرك شفت رومانسيه كده؟ والله يعني انا بشوف رومانسيه كتير بس بحبها وما بزقش منها برضه. طب تعالى 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 يا برنس. انت المفروض ان انت جاي بقى والاكل هتلاقيه ايه خلصان على سنجة 10 يا سيدي على الجمال. خش يا اسطى خش البيت بيتك. مفيش حد مفيش حد عندنا يعني. ايوه خش. عليكم. ايه رايك في الاكل الجامد؟ انا لازم اخبط. مش معنى ادخل البيت يبقى ادخل كده يعني. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. نعتذر عن بشاعة المطبخ، لسه المطبخ الجديد بتاعنا مركبش. يا ريت نكلم الأستاذ محمد ونقول له يا ريت المطبخ يركب. شايف المنظر عامل ازاي؟ مش عارفين نعيش في البيت. يا ريت. مساء العسل. انا ما قلتلكش عن زبادي بالفراولة. ما انا جايب زبادي بالفراولة ده ليا. خد يا نيرة يا شيف. طب وانت اهو جايب الفروت. ما هو جايب ليا وليك. لا بديل الفروت سالاد. ما هو ما انا عايزه اتنين للفروت سلطه. ما انا جايب اتنين اهو. ادي واحده وادي التانيه. معلش يا ابني تعبت في الاكل مش شايفه اهو. انت عارفنا من امتى اهو؟ اي خدمه. انت اكلت الكلبه صحيح؟
الكلبه لسه. طب ما تروح تاكلها. طب تعالى ناكلها الاول. روح اكلها بسرعه زمانها جاي. ايه رايك في الفروت سلطه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. خد بالك انا اللي جايب الفاكهه دي، انا اللي رحت اشتريتها. مش عارف اخد منها. جاب فراوله بيه وخوخ بيلي. والله العظيم جاب الفبوس. طب ما قلتليش ليه كنت جبتيلي قد كده اللي هو انا مش عارفه كنت اعملها ازاي. كنت عرفتيني كنت جبتلي كلب. طيب مش مشكله، روح اكل الكلب. بس انت جايب الحاجات دي لايه؟ للريموت؟ للريموت. جيت امبارح يا اخويا بتفرج على الماتش، اكتشف ان الريموت مش شغال. بعد ما ضغط حوالين نفسي والريموت مش شغال ليه، واتصل بالشركه واقول لهم الريموت بتاعي باظ وهاتوا لي واحد جديد وانا عايز قطع غيار، اكتشف في الاخر ان الحجاره هي اللي خلصت. الله اكبر. اشتغل كده انا مبسوط. النهارده بس لازم نتفرج على الفيلم. بص اصلا هتبصوا تلاقوا الماتشات شغاله اهو عشان نبقى انا الشاشه بالنسبه لي عباره عن ماتشات. طب روح اكل الكلب عشان عماله تصيح من ساعه ما انت جاي. يلا يا باشا بسرعه. يلا عايزين نعمل قهوه ولا بعد الاكل؟ بعد الاكل احسن. بعد الاكل عشان نفسك ما تتسلش. تعالى ايه يا برنس؟ كوتي 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 ولا ما تخرجش كده يا حسن. بقول لك ايه، وحشتيني. بس انا بصي جاي تعبان ومش قادر ان انا العب النهارده. بما ان هي عندها حماس ولا ما تخرجيش كده واديها اوامر، فاهم؟ ما تخرجش. قول لها لا، قول لها انت اول ما تفتح هتخرج. ما تخرجيش جوه، ما تخرجيش ولا ما تخرجيش وسيبي الباب مفتوح. يا حبيبي ما تقلقش بقى، بناتنا ما شاء الله متربيين احلى تربيه. تعالى بس عشان خاطر ايه، انا المشكله ان انا تعبان اصلا. ايه ده، انا هل مطلعه لحمه مش فراخ ولا دي فراخ ولحمه؟ وريني كده. لا فراخ ولحمه. لا فراخ يا عم. ما فراخ وفي لحمه برضو. احلى حاجه. انت عارف اليوم اللي انا سويت فيه الاكل ده؟ كان يوم ابن لذينه وتعبت، فضلت سهران لحد الفجر لحد ما خلصت. لا بس بتحبك الكلبه دي حسن. طيب ده انا بحبها يا ابني. بص هتتجنن وتخرج. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريتا ما تخرجيش. ها برافو عليك. برافو. اللمبه بتاعتها محروقه اللي جوه، وللاسف ما عنديش وقت ان انا يعني اعمل لها اي حاجه، فهي زعلانه مني عشان خاطر هي بتحب اللمبه دي، عشان بالليل بنورها لها بتقعد تلعب كده بتعمل لها جو حلو. يا سيدي على الجمال. بس هنروح بقى ناكل مع الاستاذه الاء عشان خاطر مش هينفع يبقى محمد سايبها وتقعد من غير اكل، ممكن يا عيني نفسها ما تتفتحش على الاكل فما تاكلش، فاحنا هنشيل ذنبها كده بما ان محمد مش موجود، فهي مسؤوله من هنا. خش برجلك اليمين يا ابني. السلام عليكم. هو مش حد. خشي انا. هل انت الاول؟ لا. يا اللي هنا خشي بقى. هل انت الاول بعد كده قولي لي عشان انا وحسن زي بعض. يا سلام عليكم. ندخل ولا ايه؟ الاكل بارد، عايزين ناكل. شكلها جامد. ما انا عشان كده عمال بزعق، عايز اكل. هفتني يا عيني. يا ناس يا اللي هنا، ما انا هخش بس بستاذن الاول، البيت لها حرمه. قلت لك يا عم خش. يلا يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ساتر. يا رب يا ساتر. ايه يا عم انت داخل المقبره؟ السلام عليكم. انت نايم يا الاء؟ لا انا مستني اغسل الهدوم. هدوم ايه؟ هدوم النونه. هدوم النونه؟ يغسلي هدوم النونه ليه؟ مش عرفت اوزع المفروض اسامه ومشي؟ طب انت قررت يا ولادي احنا ما قلناش حاجه، يعني الف بركه يا الف الهام مبروك، بس تغسلي الهدوم؟ ايوه. هي لسه اتلبست؟ ايوه هدوم اللبس. هدوم النونه لسه بتتغسل يا حاتم عشان والله. والله انا شفت كريم وهغسل كوب هدوم انت. هدوم جديده. اسال الناس هتردك. يا حاسس شبيبي ما بيبقاش عنده مناعه، ممكن الهدوم دي مهتمه بكتيريا. اصل انا بشيل هدوم كده فبلبسها على طول، يعني انا كده قلت لها كده والله العظيم. انت عارف انا قلت لها هو يا ترى امي وانا صغير غسلت لي الهدوم برضه؟ اكيد لا طبعا، لان دي حاجه فارغه اخترعوها في 2024. الهدوم لسه جديده. لا يا حسن والله جدا. يا ستي بصي اغسلي واعملي اللي انت نفسك فيه كله. ايه يا عم رجلي مرمره من كتر الوقت. يعني انت ممكن في اي لحظه بصي نلاقيكي بتصوتي؟ اسمع عشان انا متضايقه اصلا وبعيط. ليه؟ بسبب ان خالي محمد مشي. انا هنصحك نصيحه لوجه الله، انت تعملي ايه؟ انت سيبك من الماضي ماشي؟ سيبك من الماضي. ما تشوفني انا وما تفكريش في الحاضر وما تشغليش بالك بالمستقبل. يعني ايه عيش اليوم بيومه. فهمتي حاجة؟ ما تفكريش الماضي وما تشغليش بالك بالحاضر وانسي المستقبل. يعني انا احضر شنطة عادي؟ حضري عادي بصي واستني اللحظة اللي بتقولي فيها. على فكرة انا كنت بحضرها بس انا اللي احضرها مرة واحدة. طب انا ذنبي ايه ان محمد خلع؟ يعني ان محمد يخلع ويسافر ويسيب مراته وهي خلاص على وش ولادة؟ انا ذنبي ان انا ممكن اتعكم العجلة دي؟ ايه دعوة انت رايح تدبس؟
دعوه. ما انا هدبس على عيني وعلى راسي بس يبقى جوزك موجود هيشيل. انا هقول لك ما جايش معايا. بس البنت الهال ايه عامله شويه اكل انما ايه يستاهلوا بقي هينسوك الموت هتولدي من هنا. احنا كنا بنقف احنا كنا بنجيب اصلا اكل تاني والله. يا دي ماما انا ايه ده انت عملت مخبط انا هقول لك اصل انا دلوقتي شكلك عارفه فعلا. انا قلت لها هي قالت لي البكيته قلت لها لا او بصراحه قلت لها عشان كان عايز بكيته قلت لها لا حرام اللحمه المفروض مطلعينها من امبارح بالليل فاللحمه المفروض هتبوظ حرام فقلت لها لا لا تعملي بطرونه شمال دي حسب دي عشان انت ايه يلا يا زوز مش هتاكل هاكل بس انا عايزكم تدوقوا وتقولوا رايكم في الاكل. هو انت حاطه مشروم على الفراخ؟ اه والله دي اللي كنت بتقولي دي لحمه اصلا اللي هو بياكلها مش فراخ. لا دي فراخ. وده ايه ده؟ ما تيجي فراخ ماشي انا عايزه اللحمه انا عايزه اللحمه بصراحه انت عارفاني مش منافق ولا بكذب ايوه واللي في قلبي على لساني انا عايزه بالشراي ماشي اللي على قلبي على لساني وبقوله وبقول الاعور التعور ما بخافش منه يا عم هو ايه ماشي لازم المقدمات لا قول يا وحشه وخلاص اللي بالفراخ احلى كلنا بنتعلم هيقول لك اللي بالفراخ احلى الجد هلا هلا عليه ماشي هل هلا هلا على الجد والجد يلا يلا مش عايزه خدي يا مريم هو الفقير هي حلوه بس من غير مشروم احلى ماشي يعني المشروم حلو بس مش مع الفريك عشان انت مش متعود عليه البنيلا مش بتاع امبارح صح؟ اه بجد وريتها تغسل دم واقسم بالله بيتغسلوا من ده اول مره عشان كده انا معطله هو ليه مش مصدق يعني صح ما كانتش بتغسل ولا وفاء ولا مسامة ولا حاجه ولا امي كانت بتغسل متهيألك انت ايش عملت يا جماعه انا مش امي انا بقول مسياد ومسامة متهيألك والله انت مش امي لازم تتغسل يا جماعه اكتبوا لي اللي حصل في الكومنتات اللي ضمن ان انا بتتغسل زي ما كتبتولي عشان تكمية رسائل جات لي انا ما عرفتش الكلام ده يلا يا زوز انت كنت تعرفي الكلام ده انا هل زيد لو عرفت انت لسه ما خلفتش ولا ما كانش عندي خلفيه لا طب انت عرفتي لو انت داخله على ولاده ولا انت كنت عارفه الشخص الاصلا ده هم الناس اللي قالوا لي اه ده كنت تذكري يا حسن لا لا انا مش عايز انا كده تمام ده انا نفسي ما اغسلش مش قادره اغسل حاجه والله لا اصبري دول كده خلاص دول هيتغسلوا ماشي المفروض بتاعت ولد بصوا يا جماعه احنا دلوقتي كنا ماشي وقررنا دلوقتي ان احنا نطلع نكمل وهم يساعدوني تمام هتساعدوني ولا دي منظر واحده هتساعدني ماتت 14 مره طلعيهم طلعيهم دلوقتي نايمه والله العظيم يا جماعه انتوا لو تعرفوا الساعه كام دلوقتي من امتى واحنا بنعمل في الحوار الحاجات دي بصوا بقى يا جماعه نيجي بقى للدرفه دي يا بنتي بتشيلي معايا مش بتعملي حاجات انا لا ده ما بصوتنا ده مش هيحصل عشان هم قالوا لي ايه فرجينا على الهدوم يا لولو يا سخنان ايه الحلاوه دي يا نيره وريهم دول بصي يا نيره بصي كيوت ازاي عسل هو انا المفروض الفوط دي اغسلها نفضي البطاقه بتاعت انا ديت وبعدين بقى اغسلها صح عن هل ان شاء الله يلا عسل خالص اخيرا هنغسل الهدوم تعالي نهار نخش هنا هو ده الحمام ده واسع النور قاطع النور قاطع يا ترى بقى الميه بتبقى قطعه ولا شغاله الحنفيه بتاعتكم دي انا ما بحبهاش ولا انا والله رجعي بقى عشان بتغرق نزلي نزلي على الارض عشان ما تتعبيش دلوقتي يا جماعه بنغسل الغسيل اهو ماشي بس هو هيبقى شطف مش غسيل قوي قوي المهم الهدوم دي نضيفه اصلا انا بس هنشيل اللي هو بره نشيل الحاجات دي انا بغسل زي ما انتوا قلتوا لي وانا هنا بقى بطلع لها الابيض لوحده بصوا يا جماعه هو اصلا كده كده الهدوم نضيفه فمش محتاجه دعيك هو احنا بس بنشطفها انا حطيت لها الحاجات اللي انتوا قلتوا لي عليها برده جبت لها حاجات معينه اللي انتوا قلتوا لي عليها خلاص كده انا بس يا دوبك بس انزل منها الاريال والحاجات دي يا ترى الغسله دي كويسه ولا لا؟ هما كده 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 يا سياد اديني بالكاميرا في دماغي الغسله دي بقى كويسه ولا لا؟ ايوه يا بنتي هما مش محتاجين اصلا مش هما بضاعوا والله ده فضولي انت لو انا هنشوف دول المفروض ان الناس برضه قالت لي المفروض ان هما ينشفوا تكويني ما تستغربوش اللي انا جايبه الحفاظات بتاعت نهال والسجاد بتاعتي عشان اعاقب محمد لما يجي واخليه يغسل سجاد والله لا ده الهدوم دي البت هتعمل فيها بيبي لما هتخليها تنتج ايوه حسيت تقولي لي المشابك تعلم طب اقول لك على حاجه حلوه تيجي نلف من ناحيه بس هتبقى تعب قوي
برضه. يلا يا لاء، يلا يا لاء، الله يرضى عليكي. هو اسبوع واحد بس وهتبتدي تقلل من البامبرز لما المصاريف تكتر عليهم، هتعمل له. طب اقول لك على حاجه بقى، نصيحه، الهدوم لما بتعصريها كده لما بتنشف بتلاقيها مكرمشه، تشيلها بميتها هتكويها. ماشي، فقد الشغف. بس عموما يعني الهدوم لو انت نشرتيها بميتها بتنشف وهي مفروده. بس مش هعصرها كده. بص يا جماعه، دلوقتي انا بمسح بقى السرير عقبال ما الهدوم تنشف ان شاء الله كده تنشف، وبعد كده هكويها واجهز. فانا هجهز حبه حاجات كده معاكم لحد ما ايه، ما الهدوم تنشف. انا نشفتها كلها، فانا دلوقتي بمسح السرير كله عشان خاطر ايه، يبقى كله نظافة كده. انا عايز اقول لك الاسبري بتاع الخشب اللي انت رشيتيه ده ريحته عامله زي الشامبو بتاع الاطفال. بجد؟ اه، جربي شمي الريحه كده هتحسيها. ايوه انا شميها، بس ما جاتش في دماغي خالص موضوع الشامبو بتاع الاطفال ده. بصوا يا جماعه، ده اصلا اللي بيترفع كده، بجد يا جماعه الماتيريال بتاع السرير دي تحفه، عجباني قوي. عشان اللي مشمع ده عارفين ليه؟ عشان خاطر انا اصلا جايبه لها كفر وجواه مشمع، فانا كده كده مش هحتاج المشمع ده عشان ما يضايقهاش. هوريه لكم بره، وفي نفس الوقت مش هقطعه قوي يعني عشان انا هحتاجه، ممكن مثلا اسيبه مثلا للشتا يبقى كغيار، غيار تاني. وممكن اصلا لو عملت حمام كتير على المشمع بوظت محط لها ده. لازم يا ابني، لازم ده علامه الاطفال كلها طبعا. انت هتقولي لي اهو الكفر، هو اللي انا بقول لكم عليه تحفه. انا بتاعتي تحفه، بصوا من هنا عامله ازاي، فايبر كده ولا مش عارفه دي ايه دي، ماشي. ومن جوه بقى مشمع اللي هو ما يعني الكبرته، قصدي هو المشمع ده ميزته ان هي لو عملت حمام ما بينزلش للسفنج والحاجات دي. اه، ادعوا لي يا جماعه ونقوم بالسلامه كده، وربنا يا رب يرزق كل مشتاق ويرزقكم كل حاجه حلوه انتوا نفسكم فيها. والله الشيكه. على فكره يا جماعه، السرير اللي انا جايباه ده اكبر مقاس، يعني انا جايبه اكبر مقاس في السراير. جميل ما شاء الله. هجيب لكم بقى ملايه. بصوا يا جماعه، ده كله اصلا ملايات وحاجات كده ايه، عايزه تتروق، وهحطها فوق في الدرج في الرف اللي فوق ده. فانتوا من رايكم مثلا افرش انهي ملايه مبهجه كده مثلا، دي حلوه؟ في دي؟ اه، انت مش هتحطي البتاع المتدفره دي؟ لا، المتدفره ديت الملايه بتاعتها بتتغسل فوق، فهي ليها بقى الجوانب دي. ايوه. بص، فيها زياده الملايه دي، دي جميله ما شاء الله. وفي الملايه دي، الملايه دي حلوه عشان خاطر بقاستك، ماشي. بس اللي عليها البجعه شكلها احلى. خلاص نفرش دي، زاه كده اكتر، مزهزه. افرش دي. على فكره يا جماعه، انا كنت غسلاها، ريحتها اصلا حلوه قوي. هجيب بقى الجوانب بتاعتها، ليها رباط كده من ورا تربطه كده. الجوانب دي ليه بقى يا جماعه؟ عشان خاطر البيبي لما تتحرك وكده ما تتخبطش في السرير، فدي حلوه جدا ولازم اصلا تتجاب لو انتوا عندكوا سرير. اهي بصوا. اه يا جماعه، انا غيرت عشان خاطر الهدوم العبايه اللي انا كنت لابساها اتبلت خالص من الغسيل اللي انا غسلت هدوم كتير، ونشرت بقى كل الهدوم. هبطلع اوريكم دلوقتي لما اجي الم الغسيل هوريكم. انا عايزاكم تقولوا لي احط السرير ده فين، احطه معلش يعني الدنيا متبهدله شويه، احطه هنا جنبي هنا من الناحيه دي، ولا احطه هنا؟ في ناس كتير قوي قالت لي بلاش جنب الكهرباء والكلام ده كله وجنب الشباك وكده عشان غلط، عشان البيبي ما تبردش وكده. وفي ناس كتير قالت لي حطيه هنا، وفي ناس كتير قالت لي حطيه هنا وهنا، عادي اللي انت عايزاه. فقولوا لي، انا باخد رايكم. يبقى السرير جاهز لاستقبال النونو. عقبال كده يا رب يا جماعه. لما بصوا، انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا واقسم بالله واقفه تعبانه، بس على قد ما انا تعبانه انا مبسوطه ان انا بعمل حاجه زي كده. انا اصلا مش قادره افرد ظهري من كتر الوجع، بس انا مبسوطه والله، مبسوطه ان انا بعمل حاجه اول مره اعملها في حياتي. على فكره المفروض البتاعه دي تنزل شويه، لان بص الجوانب عامله ازاي، بس مش مشكله عادي. ده احلى حاجه ان الجوانب عامله كده من تحت، بس دوت هيبقى عالي على السرير، لان السرير بتاعي نزل قوي بواطي، لان احنا غيرنا المرتبه. نركب بقى اخر واحده. بصوا بقى يا جماعه، اخر حاجه في السرير هنحط دي، وناقص بقى الناموسيه. الناموسيه هتنشف وهركبها معاكم بالليل، كده كده انا هفضل معاكم لحد بالليل، يعني الفيديو ده مش هيتقفل غير لما اخلص خالص. تسلم ايدك يا نهال كده على القمر الحلو ده،
وان شاء الله عقبال يا رب لما اجيب لك احلى حاجه. ده انا اللي هجيب لك بقى الهدوم كلها. اصلا الهدوم عجبتها قالت لي الهدوم حلوه قوي اللي انت جبتيها وكده. قلت لها خلاص انا اللي هجيب لك الهدوم بتاعت النونه بتاعتك. بصوا يا جماعه شايفين دي اللي اتركبت تحت كده على السرير عشان لو انتوا عايزين تمرجحوا النونه بقى. يبقى السرير هزاز فهنحطها كده مؤقتا بس انا هشيلها. ده الستاند ده مهم جدا وعايزه اقول لكم مش غالي خالص. مهم جدا لازم تجيبوه الستاند ده بتاع تغيير الملابس بتاعت النونه. بصوا بصوا يا جماعه دي ثلاث مستويات من تحت اهو، واحد اثنين ثلاثة زي المكوى كده تمام بيتحط كده. بصوا بقى هي تبقى نايمه كده فانا بقومها وبشيلها. تعالي يا توتي واحطها كده واروح مغيرها. بتشم ريحه ايه؟ بتشم ريحه زي الفل عناب. جبت البانيو. انا يا جماعه بجهز كل الحاجات دي عشان خاطر ان شاء الله ان شاء الله لما اولد تبقى الحاجه جاهزه محدش يتعب وكده. ما بحبش اتعب حد بصراحه ماشي. فتبقى الحاجه كلها جاهزه اللي هم ايه عايزين يعملوا اي حاجه يغيروا لها يحموها يعملوا اي حاجه براحتهم بقى. بصوا ده البانيو ده البانيو. بس بقى البانيو ده جديد. البانيو دوت ايه بالستاند وليه خرطوم كده من تحت بيطلع بلالين. لا ده الخرطوم دوت سهل ليه. انت هتملي الميه دلوقتي هوريك هوريك. استنى اطلع الستاند الاول. يعني هتملي فيه ميه دلوقتي؟ لا هوريك فيه ميه ليه دلوقتي. بص ده الستاند بتاعه. واكيد المكان اللي تحت ده اللي بيتحط فيه الشامبوهات والحاجات بتاعتها. صح انت راجل صح الصح. بصوا يا رب بص اركبه صح. انا بقى مش عارفه يا جماعه اللي جاي الخرطوم من بره خليه من جوه كده. الخرطوم المفروض يتركب كده كده هو صح ولا ايه؟ انا بصراحه مش عارفه اركبه قوي بصراحه يعني دي. جربي خليه بالطول كده عشان احس ان هو هيجي بالطول مش عارف ليه. بالطول اللي هو كده؟ يا ابن اللذيذه. ايوه ايوه انت صح. عشان تعرف بس ليه انا دماغ غبيه. والله العظيم انا محمد عنا نركب فيه قد كده ما عرفناش نركب فيه. صدق بالله اي خدمه يا سيدي. والخرطوم بقى يا اسطى بص انت دلوقتي هتملي الميه عادي في البانيو تمام؟ ايوه. وبعد كده انت بقى عشان خاطر ما تشيلش بقى انت بقى تعبه تعب الام وكده ما تشيلش وترمي كده. ايوه. لا هتسيب كده وتروح جايب الخرطوم دوت وانت بتملي الميه. الخرطوم ده بيبقى كده عشان خاطر ما فيش ميه ضاع وترميه على الارض. اول ما تخلص تروح سايبه وتروح راميه على الارض. بس هنرجع ده كده مكانه. زياد انت عاجبك الستاند؟ عايز تطلع تغير عليك. كبرنا يا بنت. بصوا يا جماعه اوريكم حاجه حلوه. اوريكم حاجه حلوه كنت جايباها من زمان قوي اكيد هتعجبك. واي ماما حامل دلوقتي هيعجبها السرير ده. وعلى فكره رخيص جدا. سعر رخيص قوي مش غالي. ده عامل زي السبت اللي بيجيبوا فيه الفاكهه. لا ده جديد يا ابني. ده تركي. ده معمول هاند ميد بالايد. يعني ده كان معمول بكل حب. لا ما شاء الله جميل. بصراحة مختلف. انا حاسه مختلف اول مره اشوفه. ممكن يسيبوه هنا. انا هقول لك ده شبه ايه. عارف الشياله بتاعت النونه اللي هي مقفوله؟ ايوه هي ده شبهها. ايه رايك؟ لا ما شاء الله تحفه. ما شاء الله ما شاء الله. انا مبسوطه قوي يا جدعان والله العظيم مبسوطه قوي. زياد هيشوف حاجات. هي زياد اللعبه بتاعتك يعني. ايوه ايوه بقى يا زياد. خلاص ده تتكسر. دي برضو يا جماعه مرجيه زي دي كده شبيهه ليها شبه دي. انا مش عارفه ارتب الحاجه دي ازاي اصلا مش عارفه. بس انا بفكر اطلعهم كده الاول. هي الارض نظيفه يا جماعه عشان محدش ايه. الارض نظيفه ومسوحه ومكنوسه. عملت مسحت هنا بالجرانس ومسحت كل حاجه وهحط بقى الحاجات اللي انا مش هستخدمها في الاول فوق تمام. لان كده لو انا حطيت كل حاجه او هتستخدميها مثلا بعد شويه هطلعها بسهوله. دي كده ده سرير متنقل. يعني انا لو رحت عند ستها اروح واخده ديت كده معايا في العربيه وتروح نايمه عند تيتا وتروح في المفروضه كده هو تتنام بقى. ناقصه حاجه واحده. مخده. لا ايه الناموسيه عشان الناموسه عندنا كتير قوي بصراحه بسبب الشجر. صح صح كده برضه. اي خدمه مديت بقى. اوعي تقع. طم 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 طم. دي بتغطس فيها النونه؟ اه في الشتاء. انا اصبحت لو بتحبيني اسمعي مني التريريني تريريني تريريني. بصوا يا جماعه انا كده خلصت ده كله وهنا بس ناقص بقى الهدوم تتعلق ان شاء الله لما تنشف. ورصيت كده هنا الملايات والمشمعات والبرطات واللي هو الجوانب اللي هي دي بس
الكبيره دي مش مش هتنفع تتحط هنا، هتبهدل الدنيا، فهحطها فوق هنا في المكان اللي هو الدولاب الناحيه الثانيه. فهاجي بقى هنا الحاجات دي كلها هنزلها وهرتب بقى وهمسح الثلاث ادراج دول وهرص فيهم. يا رب بقى الثلاث ادراج دول يكفوا يعني. بصوا بقى يا جماعه انا اصلا هبطت كده يعني من كتر ما انا طالعه نازله. انا حطيت الضفيره هنا والبطانيه والشنطه وحطيت حبه حاجات كده ورا هنا بقى الرف ده، حطيت بقى الاستلامات بتاعتها لحد يعني ان شاء الله لما تيجي بالسلامه واطلعهم بره. هنا هتبقى الهدوم اللي انا غسلتها، هطبق لها الهدوم الداخليه والحاجات دي كلها. الحاجات اللي مش هتتعلق هحطها هنا مؤقتا. هنا بقى تعالوا بصوا للدرج الكيوت ده، هنا بقى حطيت ده يعني بقيت الحاجه فوق لسه بتتغسل. حطيت البفتات دي وحطيت الكاب بتاعها وحطيت الشرابات الكيوت دي شايفينها عامله ازاي، وحطيت الحاجات اللي هي بتستحمى بيها ديت لحد مؤقتا يعني لحد ما تيجي بالسلامه. وحطيت لها بقى العضاده والمشط والحاجات دي كلها هنا. فبس كده انا دلوقتي هطلع فوق هشوف بقى الهدوم نشفت ولا لا، ولو ما نشفتش هستنى شويه ولو نشفت انزلها بقى واكويها. دلوقتي يا جماعه انا لميت الهدوم كلها وعايزه اقول لكم اصلا هي نشفت تاني يوم الصبح، لان كل شويه كنت اطلع بالليل والاقيها ايه ما نشفتش. فانا دلوقتي لميتها ومش مش هكويها دلوقتي. انا هكويها امتى بقى؟ هكويها لما اجي، لان انا دلوقتي رايحه للدكتوره. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا اول مره اصلا اروح للدكتوره لوحدي، يعني اول مره كده اروح للدكتوره لوحدي. كان زمان محمد كان يبقى معايا. انا المفروض ان انا رايحه دلوقتي. هتقول لي احتمال في المية انا ممكن اولد امتى؟ ان هي الازمن اصلا تشوفني وتطمن عليا وكده، لان انا بقالي اهو شويه ما رحتلهاش من ساعه محمد ما مشي، ما رحتلهاش خالص. فانا قررت النهارده لازم اروح لها عشان هي كلمتني امبارح بالليل وقالت لازم تيجي. تمام يا جماعه؟ وعايزه اقول لكم ان انا اول مره اروح لوحدي. تمام؟ انت السبب يا محمد، انت السبب. بس مش مشكله عادي، لما اجي بقى ان شاء الله هكوي بقى الهدوم دي كلها، وبعد ما اكويها هحضر الشنطه باذن الله. يكون برده حسن ونهال يكونوا معايا ونيره بقى وكده. انا عايزه اقول لكم كان زمان نهال كانت جت مثلا معايا او نيره، بس نيره الله يكون في عونها ادعوا لها يا جماعه عشان خاطر الدروس، وهي اصلا في ثانويه عامه. في الثانويه العامه صعبه، فربنا يكون في عونها يا رب. فادعوا لها يا جماعه كتير جدا جدا جدا. وكان زمان نهال جت معايا بس نهال في مشوار بقى مهم وكده يعني. فانا هروح دلوقتي وبس. يا جماعه انا اخيرا وصلت عند الدكتوره فاطمه. عايزه اقول لكم ان انا جيت لوحدي وشطوره وعرفت اجي لوحدي. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ عامله ايه حبيبتي؟ والله العظيم وحشاني جدا. وانت كمان يا لون. انا عارفه انا متاخره عليكي، المفروض كنت اجي من اسبوع بس هي انا بتدلع معاكي. اهم حاجه بس ان احنا الحمد لله حاسين بحضرتك بتجيبي كويسه. اه الحمد لله. دي اهم حاجه. هي جايه لوحدي، انا كنت قلقانه عليها خايفه خالص. والله العظيم دكتوره فاطمه بتتعامل كام، والله العظيم بجد يا جماعه. فهي عندها راحه نفسيه كده مش عند اي حد. انت اللي ان شاء الله طيب بالسلامه ان شاء الله، ونطمن عليكي باذن الله يا أمي. باذن الله هدخل بقى نشوف كده السمان واصوركوا جوه. انا اتحرك في الداخل يا امي حتى تشعري بيه. عندما تضعين يدك على بطنك اتفاعل مع حركاتك الحنونه. قريبا يا امي ساقابلك وستقبلين وجهي الصغير. احنا دلوقتي بقى ايه في فقره الدلع. فقره الدلع مين؟ للنونو. للنونو احنا بنكول الهدوم ان شاء الله اللي هتلبسها ان شاء الله لما تيجي كده بالسلامه. انت اللي هتكوي؟ اه بص حطي لي هنا، انا عايز الهدوم اللي هتكوي كلها هنا كده. الهدوم الداخليه فقط. مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المكوى دي صنعه، فانا ايه عمري ما كنت شغال مكواكي. تكوى ولا ما تكويش؟ مكسر كله. كده مكسر؟ انا مريح حسن تسيبه وانا هكوي. انا هرص لك ماشي؟ البنطلون قد البرغوث. على فكره ده كبير كمان. والله كده كبير. طب انت ليه ما جبتوش مقص صغير؟ هو ده اصغر مقاس. ما لقيتش. حسن ما تسيبوش مكسر يا حسن، انت بتلعب. يا بنت فين المكسر؟ على فكره هو مش لازم يكون مكسر، هو عشان البكتيريا والحاجات اللي هم بيقولوها على الكومنتات دي. يلا خدي طبقي. انت اهم حاجه بس يا الاء ركزي ان انت ان شاء الله الطلق يجي لك بالنهار. هتبصي تلاقينا فريش، هتبصي تلاقينا عارفين نمشي في الشارع، هتبصي تلاقينا مش مستعجلين. من عينيا الاثنين. انا هحدد لك الميعاد بالظبط. ماشي يا ستي. ماشي. اهو. يا جماعه المفروض اخد كام كده يا جماعه؟ اكتبوا لي يا رب يا رب الفيديو دوت ينزل قبل ما انام. قبل ما افلسع. اه قولوا لي بس يا جماعه المفروض ان انا احط كام قطعه؟ يعني غير داخلي وكده. الشنطه خفيفه قوي تحسها زي ما تكون فاضيه. ما هي لازم تبقى خفيفه بس تحس انها فاضيه، ما فيهاش زي ما يكون ما فيهاش اي حاجه ولا كاننا عملنا حاجه خالص. انا عارفه عايز اقول لك ايه اللي هيتقلها. هو البطانيه طعم الولاده والبطانيه. هو اللي هيتقلها. خلاص احنا كده على وضع استعداد هنعمل ستوب ووتش الالاء هشوفها هتولد بعد كام ساعه من دلوقتي ان شاء الله. بعد كام يوم؟
كلنا ندعي لها تقوم بالسلامه ان شاء الله، والنونو تيجي بالسلامه ان شاء الله، وهنعمل لها ان شاء الله اسبوع 100%، وهنعمل لها اولاد 100%، وهنعمل لها حمله استقبال 100% ان شاء الله. وعقبالكم جميعا ان شاء الله تزوركم الفرحه وتزوركم البهجه وتزوركم السعاده في بيوتكم ان شاء الله، واللي نفسه يخلف يخلف، ربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا الذريه الصالحه يا رب. نشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. هو لحظ وحش، هو لحظ وحش ده لما يجي. هتخليها هنا ولا تنزلها تحت؟ ممكن انزلها تحت هنا عشان تبقى قريبه يعني لو في اي حاجه. لا ما تبقى وخليها هنا عشان لو العيال جت في البيت هنا ما يفتحهاش ولا يلعبوا فيها، عشان هدول ما تتبقعش تاني ولا تتبقعش. ماشي خلاص، انتوا عارفين ان هي تبقى هنا. احنا عارفين يعني خلاص، انت هتصوت وتجري على العربيه واحنا اللي نجيب حاجتك. ايوه اكيد مش هاخدها معايا، اكيد مش هفتكر. الله اعلم بقى اللي هيحصل. انت خليها هي ايه مكانها هنا كده مني، لما تجيب البطانيه ولا حاجه تحطيها على طول.